السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نعطيكم واحد الريفيزيون اللي هي غادي تكون قصيرة مي مهمة بالنسبة لدالة الآلان اللي تتعرفوها الفونكسيون لوغاريتم والفونكسيون اللي تتكون لا بلي بار دو طون تتكون في ليكزامان ناسيونال. دونك عندكم دو فونكسيون تيتحطوا بزاف، عندنا الالان وعندنا ليكسبونسيال. بارفوا تقدر تعطى شي فونكسيون اللي فيها الكومبوزي ديال دو فونكسيون وقليل فاش تتحطى، يعني تتكون فيها الالان وليكسبونسيال. مي لا بلي بار دو طون كتعطاكم اما فونكسيون فيها الالان ولا فونكسيون فيها ليكسبونسيال. دونك قبل ما ندير معكم هاد الريفيزيون، كنبغي اول حاجه انني نعتذر منكم. علاش كنعتذر؟ بطبيعه الحال من المتتبعين للقناه، لانه ما بقاوش توصلوا بفيديوهات لواحد المده طويله نظرا لظروف صحيه، ونظرا ايضا ضغوطات العمل الشخصيه اللي تنقوم بها من غير العمل ديالي مع المؤسسه اللي كنتمي لها، اللي هي مؤسسه بطبيعه الحال كنتمي للمرافق او كنتمي للدوله. داكوغ؟ اذا ان شاء الله غادي نحاول ابتداء من هاد اللحظة، وأنني ننتج واحد مجموعة ديال الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منها شيخ زيلاف سورتو التلاميذ ديال تانية بكالوريا. دونك غادي في هاد الأيام هادي غادي نحاول نسرع من إنتاج واحد المجموعة ديال الفيديوهات باش إن شاء الله تكون واحد المرجع ليكم مهم اللي غادي يساعدكم باش تجتازوا الإمتحان الوطني على ما يرام. إن شاء الله حنا دابا في شهر نهاية شهر مارس، دونك هاد تقريبا هادي هي الفترة اللي خاص التلامد انهم يزيدوا يخدموا مزيان، لانه هادي فترة ديال الخدمة ماشي فترة ديال هادي فترة ديال البريباراسيون. وان شاء الله غادي نحاول نفيدكم عبر مجموعة ديال الفيديوهات باش ان شاء الله تكونوا في الاوتور من اللي قرب الامتحان الوطني ودوزوا امتحان ان شاء الله بكل اريحيه، ما تلقاو حتى شي مشكل. فوالا، دونك هادشي اللي كاين. حاجه اخرى اللي قبل ما نبدا هاد الفيديو بيان هاد لا سيونس، نتمنى انكم تبارطاجيو هاد لاشين مع الماكسيموم ديال لي زيليف اللي تعرفوا. اللي مازال ما دايرش لابونمون يحاول يتابونا وباش ان شاء الله يوصلوا اي جديد. القناه راه باقي الله في باقه جديده، يعني ماشي شي قناه اللي قديمه. الناس واخا هكاك الناس مازال ما عارفيناش، مي اون فوا الانسان تيدخل تيتفرج في فيديو جوج تيستافد وتيتابونا، وهادشي كنلمسو من خلال لي كومونتير ديالكم. وصراحه يعني دي بون كومونتير اللي تيفرحوني، رغم انني صراحه كنت متسرع لانه كنتج واحد العدد هائل ديال لي فيديوهات، بارفوا ما تنديرش حتى هذيك المراجعه للفيديو. يعني اون فوا تنسالي التصوير تلوح الفيديو جامي لي فيديو كلهم الحاجه الميزه الاساسيه اللي فيهم هو انهم ما فيهمش المونتاج نهائيا. ما غاديش نقول ثقة في نفس، مي صراحه ما بغيش نضيع الوقت لانه بغيت نفيد التلامد بواحد السرعه اللي هي لا متناهيه، السرعه اللي بغيت انه لي كونيسونس اللي عندي بغيتهم في اقرب وقت يوصلوا لهذاك المتعلم. سورتو تنعرف واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي اشاك فوا تيطلبوني وتيرغبوني انه في اسرع وقت نصيفط لهم دي فيديو، وصراحه لبيت الرغبه على اساس ان شاء الله في الايام المقبله انه مازال غادي نطور من القناه من خلال التصوير، جوده ديال الصوره الى غير ذلك. اذا شيخ زلف تابونوا بارطاجيو مع صحابكم، لانه صراحه الكونتوني راه مهم وغادي تستافدوا ان شاء الله باش كلشي يستافد وكلشي والقناه تعرف
وبارك علينا من القنوات اللي هي ما نفعش الوليدات ديالنا. نتمنى انه كاع القنوات التعليميه والقنوات اللي عندها جوده والقنوات اللي غادي تطور البلاد ديالنا، انكم ديما تشجعوها من خلال الاشتراك ومن خلال لي بون كومونتير ديالكم، لانه هذاك الشيء تيكون حافز للقناه باش انها تستمر وباش ديما يكون الجديد. فوالا دونك هادشي اللي كاين، دونك ما نطولش عليكم، غادي نبداو على بركه الله لا سيونس. دونك كيف قلنا هذا الفيديو غادي يكون خاص ب لا فونكسيون لوغاريتم. اذا فونكسيون لوغاريتم اللي لا بليبار دي زيليف تعرفوها بال ال ان، دونك اف لي اكس تساوي ال ان اكس. دونك هذه هي الفونكسيون اللي حنا اللي غادي نهتموا بها اللي هي ال ان اكس لوغاريتم نيبيريان. قرا اللوغاريتم نيبيريان، دونك هادي واحد الفونكسيون اللي غتشوفو هاد السنة. بالنسبة هاد الفونكسيون خصنا نعرفو عليها واحد مجموعة ديال الحوايج. أول حاجة هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لافونكسيون. هاد لافونكسيون الدومين دو ديفينيسيون ديالها اللي غنسميه دي اف، داكوغ، ديما هاد الفونكسيون راه هي لي ديفيني سوغ لانترفال زيرو بلوس انفيني، داكوغ. وقبل ما نهضر على الدومين دو ديفينيسيون، واخا انا ديجا كتبتو هاد الالين اللي خاصكم تعرفوا عليها، راه هي البريميتيف ديال هاد الفونكسيون ديال ان سور اكس سور لانترفال زيرو بلوس انفيني. الالين هي البريميتيف ديال هاد الفونكسيون واحد على اكس سور لانترفال زيرو بلوس انفيني، داكوغ. غادي نعقلو عليها، غادي نحتاجوها في البريميتيف، دونك ممكن تراجعوا الفيديو اللي فيه لي بريميتيف وغادي تشوفوا هاد الامور هادي. دونك الفونكسيون اللي عندنا قلنا الان الدومين دو ديفينيسيون ديالها توجور سي زيرو بلوس انفيني. حاجة أخرى خصني نعرفها على الان هو أن الان ديال ملي تتكون هاد اكس بخون لا فالو ان، الان ديال واحد توجور ايكال زيرو. إذا غادي نعقل عليها نحفظها، داكوغ، تخي بيان. حاجة أخرى خصني نعرف بالنسبة لهاد الان، راه هي لي ديريفابل، ديريفابل سور دومين دو ديفينيسيون ديال يعني اللي هو زيرو بلوس انفيني. نعرف ان هاد الفونكسيون راه ديريفابل على هاد لانترفال اللي هو زيرو بلوس انفيني، ونعرف ان لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون يعني الى خديت ال ان ديال اكس بريم، لا ديريفي ديال ال ان سي توجور ان سور اكس، داكوغ. هاد لا ديريفي تنكتبوها بهاد الشكل هذا، بريم تنكتبوها بهاد الشكل، اولا نقدروا نكتبوها بهذا الشكل هذا ln دو اكس كوم سا بريم سي ان سور اكس، داكوغ، تخي بيان. حاجة أخرى خصنا نعرفوها اللي هي كاين عندنا دي بروبريتي اللي هما تخي امبورطون خصنا نكونو عارفينهم، هو أنو ناخدو ا سيبيريور ستريكتومون زيرو، ناخدو بي سيبيريور ستريكتومون زيرو. كاين دي بروبريتي ا روتونيغ نحفظهم تيميزو هاد لا فونكسيون اللي هي ال ان، انه ال ان ديال البرودوي ديال دو نومبر ديما كيساوي ال ان ديال لا سوم ديال دي دو نومبر، ال ان ديال ا بلس ال ان دو بي، والعكس صحيح. يعني الا عندي ال ان ديال ا بلس ال ان ديال بي، هاد لا سوم كيتحول برودوي كوم سا. يعني الا بغيت نختصر هاد ال ان في ال ان واحد، نقدر نجي نكتب ال ان ديال ا بي. الا عندنا ال ان ديال واحد البرودوي بغيت برودوي نحولو لاسون، ممكن ال ان ديال ا بي نكتبها هي ال ان ديال هاد الفاكتور بلوس ال ان ديال بي. دونك هاد بروبريتي ا روتونيغ نحفظوها، داكوغ، تخي امبورطون. نعقلو عليها مزيان. نعطي اكزومبل، عندك مثلا ال ان ديال دو بلوس ال ان ديال تخوا، انا اكزومبل كيفاش نابليكي هادي. هادي نقدر نكتبها باختصار هي ال ان ديال دو فوا تخوا سي سيس، دونك نقدر نكتب هادي باختصار هي ال ان دو سيس، داكوغ. العكس صحيح، عندي الين دو سيس نقدر نكتبها هي الين دو بلوس الين تخوا، تخي بيان. قاعدة أخرى بهاد الشروط بطبيعة الحال، هو أنو متى تكون عندي الالين ديال أ سور بي، هاد الفخاكسيون بيان هاد لا ديفيزيون كتحول لسوس خاكسيون، كندير الالين ديال هادشي لي كاين الفوق، الين دو أ موان الين دو بي، دونك كانت عندي ديفيزيون ولات عندي سوس خاكسيون. طبعا والعكس صحيح، الى عندي ال ان دو ا موان ال ان دو بي نقدر نكتبها هي ال ان ديال ا سور بي. اكزومبل،
عندي مثلا الين ديال 8 موان الين دو 4. دونك هادي نقدر نجي نكتبها هي الالين ديال 8 سور 4. يعني نطبق هاد القاعده هادي، الا كان عندي سوس فراكسيون نقدر نكتبها كوم سا، الين ديال ا موان الين دو بي نقدر نكتبها كوم سا، والعكس صحيح. الا عندي الالين ديال واحد لا ديفيزيون نقدر نكتبها على هاد الشكل. دونك مثلا عندي الين 8 موان الين 4 نقدر نكتبها هي الين 8 سور 4، اي بار لا سويت سي الين 8 سور 4 سي 2، دونك سي الين 2. اي دونك لا سامبليفيكاسيون ديال هادي نقدر نكتبها كوم سا. داكوغ، نزيد واحد القاعدة أخرى تا هي خصنا نكونو عارفينها، الألين ديال أ على بويسونس واحد العدد، هاد العدد ماشي غير يكون أونتي ناتوغيل، يقدر يكون حتى أن نومبغ غاسيونيل، يعني واحد نومبغ لي في فخاكسيون. الألين ديال أ على بويسونس أن أفيك أ سيت أن نومبغ غير ستريكتومون بوزيتيف، بيان سور أ راكب زيرو. كيفاش نقدر هادي نكتبها؟ قاعده اللي نقرا لها كنشد هاد لو ان هاد ليكسبوزون تنكتبو على برا هنا على السطر، ان فوا الين ديال هذاك العدد اللي كاين داخل الين دو ا. باغ اكزومبل عندي مثلا الين ديال اكس على بويسونس 6 افيك بيان سور اكس ان ان بوزيتيف، دونك شنو نجي نكتب هنايا 6 تخرج على برا نكتب 6 الين دو اكس، تري سامبل داكوغ. والعكس صحيح، يعني عندي شي كتاب بحال نقدر نكتب على هاد الشكل داكوغ. قاعدة أخرى عاوتاني خاصها تحفظ تا هي، الألين ديال أن سوغ أ سي موان ألين ديال لانفيرس ديال هذا. شنو لانفيرس ديال واحد على أ؟ سي أ سوغ أن، دونك سي أ. دونك الألين ديال واحد على أ إيكال موان ألين دو أ. هادي تا هي تحفظ هادي. دونك بصفة عامة هاد القاعدة هادي بصفة عامة، الى عندك الالين ديال اكس سور ايغريك افيك اكس و ايغريك دو نومبر غي ستريكتومون بوزيتيف، الى بغيتي دير لانفيرس ديال هاد لي دو دير لانفيرس مي شونجي لو سين اللي كاين هنا، دونك تقدر تكتب موان الين و دير لانفيرس ديال هاد لي دو ايغريك سور اكس. و راه هاد القاعدة اللي جيت تشوف هادي راه غير كا بارتيكولي من هاد، دونك هادي تكون بحال قاعدة عامة مي لي هي ما تحتاج جوستيفيكاسيون هي هادي. اما هادي راه تقدروا مثلا البروف يطلب منكم جوستيفيكاسيون ديالها، مي هادي اغوتوني لان عندكم قاعده ما تحتاجوش ديروا جوستيفيكاسيون ديال الين ديال واحد على ا هي ناقص، كنبدل هاد الاشاره اللي كاين هنايا وندير الين ديال لانفيرس ديال هذا، لانفيرس ديال هذا راه هو اخ داكوغ. غير كيف قلت بصفه عامه راه ممكن هاد القاعده ديروا لا ديمونستراسيون، الين ديال اكس على كريك راه هي موان الين ديال لانفيرس ديال هذا. تخي بيان، كاينة قاعدة أخرى تا هي أغوتونيغ، الألان ديال غاسين دو أ أفيك أ كنا بيان سور ستريكتومون بوزيتيف، كنحيد هاد لو غاسين و تنخرج واحد أن دومي على برا، يعني تنجي نكتب واحد على جوج ألان دو أ. تا هادي أغوتونيغ، علاش في الحقيقة هادي؟ لأن هاد غاسين أ في الحقيقة شناهي؟ ألان ديال غاسين أ، هداك غاسين أ راه نقدر نكتبو هو الين ديال ا على بويسونس ان دومي، وهذه الا طبقنا على القاعده اللي هضرنا قبيله هو هاد الاس يخرج على برا تولي واحد على جوج الين دو ا. اذا حنا ما غاديش نحتاجو نديرو ديمونستراسيون شاك فوا ندوز بها الباساجات، فين ما يكون عندك الين ديال شي غاسين ديما جي كتب هاد الريزولت هادي. باغ اكزومبل عندي الالين ديال غاسين 3، هادي نقدر نسامبليفي نطبق لها القاعده. شنو نكتب؟ عندي الغاسين باش نحيد الغاسين تندير واحد واحد على جوج على برا ان دومي على برا الين ديال 3 تنكتب 300 هاد غاسين سون لو راديكال داكوغ. الين ديال غاسين 5 راه هي 1 سور 2 الين 5 اكسيتيرا. تري بيان، مانتنون غادي نشوفو واحد الحاجة تري 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 امبورطون هو الجرافيك وبيان لا كورب ديال الفونكسيون ديال الين. لا كورب ديال الفونكسيون غنسمي الجراف وبيان لا كورب فوالا الجراف لا كورب سي اف. لا فونكسيون الين خصكم تعرفوا الشيخ زالف انه انا نحاول نفصل دغيا كل المعلم. الا افترضنا هنا عندنا لو ان، لا فونكسيون الين ديما دايره هاك بهذا الشكل هذا، عقلوا على بهذا الشكل هذا، يعني عندها واحد لاسونتود فيرتيكال اللي هو لاكس دي زوردوني داكوغ هذا روا دو زيرو، وعندها واحد البرونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس لي زابسيس. هذا راه برونش بارابوليك، برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. تري بيان،
الفونكسيون ال ان قلنا هذا لا كورب ديال الفونكسيون ال ان ياك ملي كنشوف هاد الفونكسيون كتقطع ليا لاكس دي زابسيس فواحد البوان لي لابسيس ديالها ان سافو دير ان هاديك البوان كتانولا في واحد. حنا ديجا راه شفنا قلنا ال ان ديال واحد قلنا راه زيرو ديجا قلنا خاصها تحفظ هاد ال ان ديال واحد ديال ان سي زيرو وحتى في الجرافيك راه باينه بويسكو ان هاد لاكوب ديال الفونكسيون ان تقطع لي لاكس دي زابسيس في البوان لي لابسيس ديالها ان دونك سافو دير ال ان ديال ان ايكال زيرو دونك هاداك الشيء كويرون مع هاداك الشيء اللي شفنا قبل. تخي بيان تخي بيان. كاينه حاجه اخرى اللي خصنا نكونوا عارفينها اللي هي لو سين دو ال ان. لو سين ديال ال ان اكس الله يرضي عليكم تقدروا تعقلوا عليه غير من هاد لاكوب. حنا قلنا في واحد الحاجه مهمه بالنسبه للاكوب في مي تيكون لاكوب ديال شي فونكسيون فوق لاكس دي زابسيس تكون لا فونكسيون بوزيتيف و الا كان لاكوب تحت من لاكس دي زابسيس تكون نيجاتيف. دونك انا كنشوف من زيرو حتى لواحد لاكوب تحت معنى الالان راه نيجاتيف من زيرو حتى لواحد. شنو تيعني هذا؟ انا الالين ديال اكس الى عطيتها اكس شي فالور بين زيرو بين واحد الالين ديال هذاك الفالور ديما الا حسبناها بالكالكولاتر تلقى واحد الفالور اللي هي نيجاتيف. اما من واحد بلس انفيني كيبان ليا لا كورب فوق من لاكس دي زابس بمعنى الالين راه بوزيتيف. اذا هذا معناه انه الا عطيت اكس شي فالور كبر من واحد ديما نلقى الالين ديال هذاك الفالور غنلقى ديما بوزيتيف. اذا حنا الى عقلنا غير هذا الشكل انا نتمنى انه هذا الشكل هذا تولي تيماجيني ديما. يعني نقول لك مثلا لو سين ديال ال ان كتيماجيني هذا الشكل تكون حافظه مصوره في دماغك. يعني ديريكتومون الى جينا نديرو اكس ندير زيرو هنا بلس انفيني فونكسيون راه ديفيني سور لانترفال زيرو بلس انفيني بيان سور زيرو ما كاينش ندير واحد دو بار هنا ندير ال ان دو اكس. ال ان قلنا يسانيول ان ان هاي نجي نكتب ان il s'annule à 1 ندير هنا واحد زيرو ça veut dire il s'annule à 1 من زيرو ل 1 من زيرو ل 1 لا كورب لتحت من لاكس دي زابسيس ça veut dire ln il est négatif. دونك نعقل دابا على لو سين ديال ln. اذا بغيت تعقل على ديما عقل غير على هاد الرسم هذا داكور راه ما تيتبدلش. ln ديال اكس ديما الرسم ديالها لا كورب ديالها دايره كونكاف و تيدوز من واحد بوان لي لابسيس ديالها 1 تري بيان. دونك من زيرو ل 1 لا كورب تحت من لاكس دي زابسيس دونك il est négatif من واحد بلس انفيني فهاد الانترفال لا كورب فوق دونك كتكون بوزيتيف. اذا الالين تعني ان الالين عندها دو سين تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف على حسب اكس فينا بلاصه كاين. الا كان في الانترفال 0 1 راه نيجاتيف كان في الانترفال 1 بلس انفيني سي بوزيتيف. تري بيان سا سي امبورطون نعرفو لو سين ولا تنسى تاريك لو سين ديما عقل غير على هذا من هنا تجبد لو سين داكوغ. من زيرو لواحد لاكوغ تحت من لاكس دي زابسيس دونك راه نيجاتيف من واحد بلس انفين لاكوغ فوق دونك راه لي بوزيتيف. تخي بيان. كاين دي ليميت ا روتينيغ لي خصنا نحفظوهم. هاد لي ليميت تيساعدون لانه تنحتاجوهم بزاف في الكالكول ديال لي ليميت لي تيكونو في لي بروبليم دونك ا روتينيغ هاد لي ليميت لي غادي ندن. كاين دي ليميت لي نقدرو نجبدوهم غير من هنايا بحالاش مثلا ليميت لي مثلا تنسو عليا رجع غير لاكوغ ليميت ديال ln ديال x كون x تان فير 0 بلس كون x تان فير 0 بلس بمعنى هنا شنو تنشوف؟ كنشوف الفوازيناج ديال 0 يعني ديال x ايكال 0 بحال تنقول x تان فير x ملي x تكون تساوي 0 او بيان او فوازيناج ديال 0 يعني ادروات ديال هاد لا دروات x يساوي 0 لا كورب. شنو تلاحظ؟ انه غادي تيقترب هنايا غادي هابط لتحت. فين هابط؟ هابط جيت لي زوردوني لي هما نيجاتيف صافي دير هنا غادي نجي نكتب موان لانفيني لاد ال ان اكس اللي هي لا فونكسيون راه كتمثل ليا في هذه الحاله لوردوني ديال لي بوين اللي كاينين او فازين زيرو. لي زوردوني كيفاش غاديين؟ لي زوردوني غاديين تيس تيس غير طون فير موان لانفيني داكور. دونك او فازين زيرو بلس على اليمين ديال زيرو كنشوف لا كورب هابط دونك موان لانفيني كون كان لا كورب طالع ندير بلس انفيني. تري بيان. دونك حاجه اخرى عاوتاني ليميت ديال ال ان ديال اكس كون اكس تان فير بلس انفيني جيت بلس انفيني يعني جيت لي زابسيس لي موا بوزيتيف تيبان ليا لا كوب غادي طالع الفوق
يعني الا خديت شي بوان حركته هنايا اشاك فوا غادي يبان ليا لوردون ديال غادي تيتزاد مادام لا كوب غادي طالع يعني فونكسيون كرواسونت هادي يعني ان الان تنفير بلوس لانفيني داكوغ الان تنفير بلوس ان كون كان لا كوب هابط نقول الان تنفير موان لانفيني تخي بيان دونك غير من لا كوب تيبان ليا الا خديت بوان هنايا لابسيس غيكون هنا لوردوني هنا اشاك فوا غادي تم ديبلاسي في بوان فيغ بلوس انفيني غيبان ليا لوردوني غادي تيتزاد هادشي علاش درنا بلوس انفيني دونك في الاصل هادو خصهم يتحفظو غير لا تنسى وتقدر تجبدهم غير من لاكو كاين عندنا ليميت اخرى تاهي نقدرو نجبدوها من لاكو هي ليميت ديال ال ان دو اكس سو اكس كون اكس تنفيغ بلوس انفيني هادي في الحقيقة هي ليميت ديال اف لي اكس على اكس لانه الان هي ديك لا فونكسيون اف اللي حنا تنديرو لها الريفيزيون دابا هنا راه بحال عندي ليميت ديال اف لي اكس على اكس هنا ملي تنشوف عند فوازيون بلوس انفيني هنا عندنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس بويسكو عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس هذا تعني انه ليميت ديال اف اكس على اكس راه تتساوي زيرو لانه عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس كون كان عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا غادي تكون عندنا هنا لانفيني ما تكون زيرو داكوغ دونك هادي نقدر نعقل عليها حتى هي غير غير من خلال هاد لا كورب هذا وهادي تتبقى بصفة عامة هاد ليميت هادي بصفة عامة تنكتبوها على هاد الشكل ليميت ديال اكس سور اكس على بويسونس ان افيك ان سي تان نومبر اونتي ناتوريل ملي تتكون اكس تنفيغ بلوس انفيني هنا راه بحال عندي ان مي بصفة عامة يكون ان ولا دو ولا تخوا ولا كاتخ ولا المهم اونتي ناتوريل ديما هادي كتساوي زيرو دونك هادي اغوتونيغ الله يرضي عليكم داكوغ دونك جو ريبيت قلنا هادي راه كتساوي زيرو الا تري كلير عندنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس داكشي على زيرو وقلنا هادي تتبقى صحيح حتى الا كان هنا اكس ماشي غير اكس على بويسونس ان اكس على بويسونس شي اونتي ناتوريل جوج تخوا كاتخ تتبقى ميم ريزولتا زيرو داكوغ اذا لا في الحقيقة هادي راه نقول غير حالة خاصة من هادي ملي تتكون ان كتساوي ان اذا هادو هاد لي تخوا ليميت خاصهم يتحفظو كاين دوطخ ليميت تما خاصهم يتحفظو الله يرضي عليكم اللي هي مثلا ليميت ديال اكس على بويسونس ان ln اكس كون اكس تنفيغ زيرو بلوس هادي تاهي خاصها تحفظ شنو تتساوي هادي هادي كتساوي زيرو وكاينه كا بارتيكولي ديال هادي ملي تيكون ان كيساوي واحد يعني ليميت ديال اكس ln ديال اكس كون اكس تنفيغ زيرو بلوس راه كتساوي زيرو هادي تاهي خاصها تحفظ هادي راه حاله خاصه من هادي ثم بقاو عندنا واحد دو ليميت تما خصهم يتحفظوا ليميت الاولى هي الان ديال واحد زائد اكس ولا اكس زائد واحد انا لاصوم لاديسيون على كوميتاتيف ما كاينش مشكل هادي الا قسمناها على اكس كون اكس تنفيغ زيرو هادي توجور ايكال ا وكاينه واحده اخرى ممكن نخرجوها غير نقدر نخرجوها غير من هادي بواحد شونجمون دو فاريابل اللي تاهي خصها تحفظ ليميت ديال ان دو اكس سو اكس موانز ان كون اكس تنفيغ pardon 1 quand x tend vers 1 c'est 1 et dans l'air d'aller عندنا هاد لي ليميت خاصهم يتحفظوا واحد جوج هاد جوج نقدر نختصرهم في وحده هادي اون جينيرال دونك واحد جوج ثلاثه عاوتاني هاد جوج نقدر نختصرهم في هادي هادي غير كا بارتيكولي وبحال عندي 1 2 3 4 5 6 عندي 6 ليميت هادو خاصهم يتحفظوا ما نفهمش اللعب علاش لانه هادي غادي ينفعوني باش نجاوب على دوطخ ليميت اللي تلقى فيهم بعض المرات فورم ان ديتيرمين اما هادو ما كيحتاجوش التعليل تلقى مثلا شي فونكسيون دايره بحال ليميت ديال ال ان اكس على اكس عند بلس انفيني ديريكت كتعطي زيرو لانه هادي قاعده عندنا ما نحتاجش ندير التعليل هادي عاوتاني قاعده ما نحتاجش ندير التعليل هادي ليميت ديال هادي قاعده ما نحتاجش ندير التعليل داكوغ هادو الله يرضي عليكم يتحفظوا وان شاء الله غادي تشوفوا في لي فيديو الجايين غادي ندير معكم واحد ريفيزيون باش تضبطوا هادشي مزيان حاجه اخرى نهضروا على شي قواعد اللي تما مهمين بزاف بحالاش مثلا هو قواعد تنفعونا في الحل ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون مثلا بالنسبه لي زيكواسيون كتنفعنا هاد القاعده ديال ال ان ديال ا كتساوي ال ان ديال بي بارفوا تتلقى شي معادله مكتوبه شي ايكواسيون مكتوبه على هذا الشكل دونك واش نحلها شنو تندير عندي قاعده هذه
هاد ليكريتور سي ايكيفالون لهاد ليكريتور. تنحيد هاد الالين، ما تبقاش تنكتب غير داكشي اللي كاين هنا لداخل وداكشي اللي كاين هنا لداخل. اي غالا بي، دونك الا عندي شي ايكواسيون بحالك تنكتب على هاد الشكل. ملي تكتب على الشكل كتولي بحال لي زيكواسيون اللي شفتو في 5 و 6 وفي الكوليج، دونك ما تلقاش فيهم مشكل، لانه اون فوا تحيد الالين ما تيبقاش عندي مشكل. ثم عاوتاني قاعده اخرى كتفيد نفعنا في الحل ديال لي زيكواسيون هي القاعده الالين ديال ا. توجور هاد ا و بي سو سون دو نومبر ستريكتومون بوزيتيف، داكوغ. الالين ديال ا اصغر من الالين ديال بي. الى عندنا شي انيكواسيون بحال الالين هنا وهنا تنتخلصو من الالين ونقدر نجي نكتب سولمون ا اصغر من بي. دو ميم فاصون الى كان عندنا سوبيريور كتبقى هنا سوبيريور، دونك الرمز اللي كاين هنا تيبقى هنا ما تيتبدلش، داكوغ. حاجة أخرى الله يرضي عليكم تاهي خصكم تعقلوا ليها، هو أنه كيف ما شفنا الآلين ديال أن إيكال زيرو، كاين الآلين ديال واحد العدد اللي تنسميه أو. في الحقيقة هاد العدد راه سي ليكسبونونسيال، هذا الآلين ديال أو توجور إيكال أن. أفيك تعقلوا على هاد المعلومة مهمة، أن هداك أو تقريبا إلا درتو كالكولاتريس راه كيساوي دو فيغول 2.71 2.71. دونك هاد المعلومة احفظها الله يرحمك، هادشي راه خاصو يتحفظ هادشي، داكوغ. ثم قاعدة أخرى عندها علاقة بهاد أو، هو أنه ملي تيكون عندي الألين ديال أ كيساوي واحد العدد بي، داكوغ، ساي كيفالون دو تيغ. إلا كانت عندي شي إيكواسيون دايرة على هاد الشكل هذا، ألين في واحد الجهة وجهة لاخرى كاين واحد العدد، هاد العدد سي تا نومبر ريال. اما ا هنايا خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، اما بي هنايا يقدر يكون. انا ندير انا كاع هنا اكس، داكوغ، وندير هنايا ايكغيك. اكس خاصو ضروري يكون ستريكتومون بوزيتيف، اما ايكغيك يقدر يكون ان نومبر ريال، يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون نيجاتيف. الى عندي شي ايكواسيون كوم سا وبغيت ندير لها الحل، شنو تندير؟ خصني نحيد الالين، تنحيدو بهذا الشكل. الالين تيتحيد من هنا تبقى اكس، والجهة الاخرى شنو تندير؟ كندير هاد العدد او، او على بويسونس هاد العدد اللي كاين هنايا. انا تي اكزومبل عندي مثلا الين دو اكس ايكال ايكال 3، هاد ليكواسيون بغيت ندير لها الحل، دونك شنو غندير؟ ولا ندير ايكال 0. دونك تنكون في الاول ديجا خصني نحدد الدومين دو ديفينيسيون، هادشي غادي نهضرو عليه في لي فيديو اللي جاي. غتلقاو الدومين دو ديفينيسيون ان هاد ليكواسيون راه اكس خصو يكون ضروري كبر من زيرو، لانه اكس راه الداخل ديال الالين، و تنعرفو الدومين دو ديفينيسيون ديال الالين راه هو زيرو بليس انفيني. من بعد ملي تتبغي تحل هاد ليكواسيون اشنو ندير بها؟ ندير الين دو اكس ايكال موان 3 الجهة الاخرى تولي 3، و هنا نطبق هاد القاعدة اللي هضرت عليها هنايا. غتولي اكس شنو غتساوي؟ غتساوي او على بويسونس هاد العدد هذا اللي هو 3، و تتخليها كوم سا. دونك سوليسيون في هاد الحالة راه هي اس ايكال او على بويسونس 3، كتبقى على هاد الشكل هادي، داكوغ. تخي بيان. حاجة أخرى نبغي نعقلو عليها الله يعطيكم بيها فيما يخص الألان. الألان قبيلة شفنا أن الألان ديال إكس كيساوي واحد على إكس، أفيك الألان حنا راه تنهضرو، والألان راه ديريفابل سوغ لانترفال زيرو بليس انفيني، إذا حنا خدامين في لانترفال زيرو بليس انفيني. وملي نقول الين ديال اكس لا ديريف ديال واحد على اكس، افيك حنا راه خدامين في لانترفال 0 بلس 1، صافي دير ان هاد الريزلت راه تكون بوزيتيف، لانه اكس ابارتي لانترفال 0 بلس 1. هذا معناه ان الالين راه ستريكتومون كرواسون، وهذا الشيء راه بان من خلال لاكورب اللي درنا قبيله هضرنا عليه. راه انت راه ملي تتشوف لاكورب طالع بهذا الشكل هذا، صافي دير ان الفونكسيون راه هي ستريكتومون كرواسون. دونك كان عليا نهضر على قبيله ما رديش البال. دونك الالين الي ستريكتومون كرواسون، غير من لاكوب راه باينه دو كوش فيغ لا دروات يبان لاكوب غادي طالع، دونك راه الي ستريكتومون كرواسون. وحنايا ملي تتكون الالين لا ديريفي بوزيتيف راه لا فونكسيون تنعرفوها راه ستريكتومون كرواسون. معلومة أخيرة تخص الالين، أنا نهضر غير على الالين لأنه كاين اللوغاريتم عاوتاني بوحدو دو باز، وتتكون عندو شي باز، هذا كنهضروا عليه في فيديو اخر. نهضر على اخر حاجه في هذا الدرس هذا، هو الالين ديال لافالو ابسولو بصفه عامه ديال او دو اكس. لا ديريفي ديال هذه راه الالين ديال واحد الفونكسيون اللي هي، دونك هنا عندنا الكومبوزي ديال دو فونكسيون. الاشتقاق لا ديريفي ديال هذه شنو تتساوي؟ راه سي او بريم دو اكس سور
U de x. On a un exemple. On a maintenant une fonction qui est f de x égale ln de x plus 1. On va dire en valeur absolue. D'accord? On va dire la dérivée. On va dire f prime. On dire f prime. وملي تندير لا ديريف نطبق هاد القاعده شنو ندير ندير لا ديريف ديال اكس بلس 1 بريم على اكس بلس 1 ولا ديريف ديال هادي لا ديريف ديال 1 سي 0 ولا ديريف ديال اكس دونك سي 1 تبقى ليا 1 سو اكس بلس 1 اي سي تيرميني هادي الريزلت فيها داكوغ فوالا كاين عندنا واحد الفونكسيون اللي تتكتب على هاد الشكل هذا لوغاريتم دو باز ا هادي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في فيديو اخر و فوالا دونك هادشي اللي كاين دونك اهم ما كتحتاجو في امتحان الوطني هو هادشي اللي شرحت لكم اما هاد الفونكسيون هادي قليل ما تحطوهاش مع ما حطوها في امتحان الوطني مي في الفروض تقدر تحط في شي سؤال ولا جوج يعني سورتو في الحل ديال لي زيكواسيون ولي زينيكواسيون ابار سا ما تتحطش لانه هاد الفونكسيون تنديروها حيت عندها علاقه بشي حويجه تتشوفهم في الشيمي يعني في البي اش الى تتذكروا البي اش راه كتلقاو فيه هاد اللوغاريتم دونك غير باش تعرفوا القواعد ديال هاد الفونكسيون سيتو اما هي ما تنعطوهاش بزاف في لي بروبليم في المات وما تتكونش في يعني في امتحانات داكوغ مي هادشي اللي شرحت دابا في هاد الحصه اللي تري امبورطون حاول ندير لكم ريفيزيون توتال نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا واستفدتوا وعقلتوا على هادشي على اساس ان شاء الله نشوفكم في فيديو مقبل الفيديو مقبل غادي تكون فيه ان شاء الله دالة الالان وغادي نشوفوا فيها واحد المجموعه ديال لي كيسيون بحال الدواء اللي تيتحطوا في ليكزامان ناسيونال والدواء اللي تيتحطوا في الفورم المحروسه يعني نبداو من دومي دو ديفينيسيون ولي ليميت ديريفاسيون نشوفوا لي زاسانتوت لي زانتربريتاسيون لا ديريفي فوالا يعني كاع لي كيسيون اللي تيتحطوا في ليكزامان غادي نشوفهم ان شاء الله في الفيديو المقبل الى هنا تنتهي الحصه ميرسي انفينيمون شير سيلي جو فو دون رونديفو على لا بروشين فوا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته